اي والله امتداد لهذا الوقف ولدعم انفسنا قبل الاخرين بقضيه المساهمه وعلى ما قال يعني هذه تبقى لك عند الله سبحانه وتعالى وذخر لك ولاهلك وكذا. عبد الرحمن بن برغش الله يرحمه توفي كان من جيراننا وكان من الحوط بن تميم وكان يؤنسنا في المسجد كثير جدا يعني حتى سالني مره سؤال قال لي يا محمد انا اقوم في الليل ساعه واجي قبل صلاه الفجر للمسجد بساعه يزي قيام ليل ولا زيد؟ ما شاء الله تبارك. قلت له عاد انا قلت وش افضل موقف مر عليك مع الشيخ عبد الله بن حميد لان كان كل ما دعينا الله يرحمه الاثنين ماتوا كل ما قعدت المسجد جنبه ونقرا الله يغفر للشيخ عبد الله حميد وكان دائما ادعي له دعاء عجيب والله يا اخوان الله يجعله في الجنه. قال اغرب موقف مر علي رايت رؤيا في المنام ان بعيري طاحن في زليب وجاي من يطلعه. الله المستعان. واني رحت للشيخ عبد الله بن حميد عقب صلاه الفجر مرتاع من هالرؤيا. قال لا بد ما عليك الا العافيه الله العالم من البعارين الديره جايهم سيل وذا ولا سلم الا بعيرك. يقول واستبشرت. قلت يا ابو علي وش انك تسوي؟ قال انا عندي النخل في الحوطه ولا جو اهل الزكاه يطمروني. يقولون ان داري انكم متابعين حالك انك من يبدا التمر وينزل وانت تعطي الناس وتوزع وهذا يكفي. قال ما انا سالتكم من يعطي ولا جيتكم ما لكم دخل في هذا خذوه حق الزكاه للمسلمين. قلت اجعل في هذه فسبحان الله العظيم سبحان. فاقول حقيقه ما يعني ما نقص مال من صدقه بل تزيده بل تزيده بل تزيده انفقوا من مال الله الذي اتاكم. الحمد لله.